بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تشوفوا فيها زوج انواع عصير. عصير طبيعي منعش بزاف بنين، يجي كيما اللي نصيبوه في المطاعم الفخمة. هاد لابيريود كاين بزاف انواع تاع الفاكهة، دونك نستغلوها قبل ما يجوز وقتها. سورتو تشينا دوكا راهي قريب تخلص. ودرت لكم تان طريقة لتزيين الكؤوس راح تعجب الصغار والكبار. شوفوا معايا لا فيديو حتى الاخير ان شاء الله تستفادوا منها. نبداو بالعصير الاول. لازم لنا حبه تفاح، حبه بنان، زوج حبات زروديه، علبه تاع ياغورت طبيعي، تقدروا ديروا اي ذوق تحبوه. وعندنا نصف لتر عصير تاع التينه، وثلاث مغارف كبار سكر ولا اكثر للي يحبوا الحلاوه. اول حاجه نبداو بها نقشر التفاح والزروديه، نكون غسلناهم بيان سور ونشفناهم. فوالا نحو لهم كامل القشره. من بعد نحو العلفه تاع التفاح والزروديه. ماذا بكم تخيروا الحبات الصغار اللي يجوا طريين، سينا اذا كانوا كبار ويابسين لازم تنحو لهم القلب ديالهم. فوالا انا خيرت حبات طريين بخاسك ما عندهمش كامل داخل القلب. ونقطعوهم مربعات صغار. فوالا بنفس الطريقه التفاح والزروديه. من بعد نحطو زروديه في كاسرونه ونزيدو عليها كاس ماء. إلا كانت زرودية كبيرة ويابسة تقدروا تزيدوا حتى كاس ونص، ونحطوها على نار هادية حتى تطيب وتولي طرية. وكيف كيف مع التفاح، من التفاح نحطو له غير نص كاس ماء يكفيه باسكو التفاح طري. نحطو كل واحد وحده باسكو التفاح يطيب تمتم وزرودية طول شوية، دونك ما تخلطوهمش. فوالا هامليك هنايا بعد ما طاب التفاح والزرودية والبنان تاعنا نقطعوه، دونك كامل المكونات راه موجدين. نحطو كامل على ضربة في الطاس تاع الجو، نحطوهم كامل المكونات في لو بلندر. نبداو بالعصير تاع التينا اللي قلت لكم نصف لتر، ونزيدو الياغورت ناتور. هنايا ملاحظة، تقدروا ديروا حتى زوج علب تاع ياغورت يمدي لكم كثافة للجو، دونك يجي ثقيل. ونزيدو التفاح. كي طيبوا التفاح والزروديه ويقعد لكم شويه ما في الكاسرونه، ما ترموش بيان سور، خلوه معاه يمدلنا ذوق مليح للعصير ديالنا. ونزيدوا البنان. ومع الاخر نحطوا السكر كيما قلت لكم على حساب الذوق. انا هنايا ما حطيتوش باسكو ما نحبش الحلاوه، دونك لي ديابيتيك باغ اكزومبل يقدروا يديروا عصير كيما هذا وما يزيدولوش السكر ويشربوا منه ما يخافوش. كامل الفاكهه اللي حطيناها راهي حلوه، دونك ما تحتاجش بزاف السكر، وكل واحد والذوق ديالو. وهكذا العصير ديالنا راهو واجد. نديروه يبرد قبل ما نستهلكوه باسكو التفاح والزروديه يكونوا ديجا دافيين شويه. هاد العصير بزاف بنين، على بالي يعجبكم كي تجربوه، سورتو الدراري الصغار اللي ما يحبوش الفاكهه وما ياكلوهاش. انا هنا قدمته مع ان غاتو تاع لانوا د كوكو، كنت درته معاكم، نخلي لكم الوصفه تحت هاد لا فيديو. وهنايا حبيت نمد لكم فكره كيفاش تلونوا السكر العادي ونزوقوا به الكيسان اللي نقدموا فيهم العصير. نجيبو كمية من السكر العادي ونحطوه في طبسي يكون شوية عريض، ونزيدو شوية تاع لاباتاغوم الذوق اللي تحبوه على حساب اللون اللي تحبوه. انا درت قوش وينغام على جال الدراري صغار، ونخلطو غير بصبعتينا. عملية سهلة بزاف والنتيجة تجي هايلة. لاباتاغوم دوكا راهي تتباع، نشرو هديك القرعة بعشرة الاف
وبزاف كونسنتري دونك نحطو منها غير شوية، دير لكم اللون ونحركو غير بصبعتينا، نصيبو اللون خرج لنا، زيدو لاباتاغوم على حساب لاكولور اللي راكو حابين تخرجوها. فوالا خليت لكم لا فيديو تشوفوا كيفاش تمتم تلون لنا السكر ويقعد كيما هو، ما يدوب ما يتعجن، ونخلوه في هذاك الطبسي ينشف شويه ونخبوه في اون بواط يقعد كيما هو، ونقدروا نستعملوه بزاف استعمالات، نزينوا به لي غاتو باغ اكزومبل. من بعد نجيبو لا جولي نحطها في طبسي هكذا، ونجيبو كاس نغطسوه من الفوق في لا جولي ومن بعد في السكر، ونسقمو بيدينا بيان سور. ملاحظه برك كي ديروا لا جولي قطروها مليح وديروا سوا سوا على الحافه تاع الكاس، هكذا يجيكم متحوف. فوالا تقدروا تمدوها مام البنات الصغار كي راهم قاعدين هاد الايامات، يعجبهم الحال كي يديروا عفايس كيما هادو. هكذا طريقه سهله وتمدلنا نتيجه مليحه. من بعد نحطوهم دو كوتي تمتم تصيبوهم نشفو، وتقدروا تقدموا فيهم العصير ديالكم. وكي ديروا ميلونج تاع لي كولور يجي تان بزاف شباب. نجوزوا للوصفه الثانيه، عصير بالمشمش وزروديه، هاد زوج ادواق يتماشاو بزاف مع بعض. نحتاجو تقريبا 5 حبات مشمش، ربع حبات زروديه، نصف لتر عصير تشينا، وتقريبا 5 مغارف كبار سكر. زروديه نكونو غسلناها ونقيناها كيما مقبيل، نقطعوها صغيره توجور الى القلب ديالها يابس نحوه، ونحطوها في كاسرونه مع كاس ماء ونخلوها تطيب مليح حتى تولي طريه. كما قلت لكم خيروا زروديه طريه وتكون حلوه وبنينه، وتمتم الطيب في الماء. فوالا نزيدوا لها كما قلت لكم كاس ماء ولا اكثر على حساب الزروديه ديالكم الى طريه ولا يابسه. والمشمش كيف كيف نغسلوه نحولوا العلفه، ونحطوا له نص كاس ماء ونخلوه يطيب على نار متوسطه. المشمش ما يشدش بزاف الوقت، ملاحظه اذا كنتوا في وقت الشتاء ما يكونش كاين المشمش، نقدروا نعوضوه بالمشمش الجاف لابغيكو سيك ويجي بزاف بنين، نديروه بنفس الطريقه. من بعد نميكسيو كل شيء مع بعض. هنايا تقدروا ديروا كاس تشينا مع كاس ماء اذا ما كاش متوفر عندكم نص اطرا تاع تشينا. زروديه والمشمش اذا قعد فيهم شويه ماء اللي طابوا فيه ما ترموش كما قلت لكم مقبل، يزيد لنا في الذوق تاع الجو. السكر ديروا وذوقوا على حساب واش تحبوا. فوالا هكذا لو جو ديالنا يكون واجد. كما قلت لكم ديروه يبرد قبل ما تقدموه باسكو زروديه والمشمش يكونوا مازالوا دافيين. جربوا لي جو اللي مديت لكم راح يعجبوكم. وكما قلت لكم قبل ما تخلص تشينا، لا فيتامين سي مليحه بزاف هاد الايامات. ان شاء الله الوصفات يكونوا عجبوكم، راني نستنى تطبيقاتكم كالعاده في الجروب، ونقول لكم برافو راكو تخرجوا الوصفات بزاف هايلين، يعطيكم الصحه والى الملتقى في المره القادمه ان شاء الله.